لكن لو طالب الورثة بالإرث بالقسمة فماذا نفعل؟ نقسم بينهم، ولكن بطريقة الاحتياط. كيف طريقة الاحتياط؟ نفرض لنا مسائل، فالحمل نفرض له مسائل، فمن اختلف إرثه من مسألة إلى مسألة، من اختلف إرثه في مسائل هذه، نفرض أنه ميت، نفرض أنه ذكر، نفرض أنه أنثى، نفرض أنه ذكرين، نفرض أنه أنثيين، نفرض أنه ذكر وأنثى، ستة فروض، واضح ولا لا؟ وعندنا في الفرائض طريقة لحلها، واضح ولا لا؟ وسهلة وميسرة. لكن كيف نقسم بينهم؟ اللي نجده من الورثة يختلف إرثه بين المسائل الست، واضح؟ نعطيه أقل حظوظه، نعطيه إيش؟ أقل حظوظه. واللي لا يختلف نعطيه حقه كامل، واضح؟ واللي يرث أحيان ولا يرث أحيان هذا ما نعطي شيء، حتى يتبين الحمل، حتى يتبين الحمل.